المشايل براس حسين تاج العشق ما لابس عابس عاشق ومجنون وكل شيعي بفخر عابس. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه في طف كربلاء. في الحقيقة في مدينة النجف الأشرف بفضل الله عز وجل تنتشر التكايا في كل مكان، لا يكاد يخلو زقاق أو شارع أو منطقة أو حي صغير إلا وتجد فيه الصغار والكبار هم يقيمون التكية لإعلان مراسيم عاشوراء، مراسيم الإمام الحسين، مراسيم الحزن والعزاء. نحن الآن حطت رحالنا في تكية قريبة من حرم أمير المؤمنين، وكذلك تقع على طريق الزائرين الذاهبين لتقديم العزاء إلى سيدي ومولاي أمير المؤمنين، إنها تكية جعفر بن أبي طالب. وهذه التكية أيضا تقوم بتقديم الخدمات للزائرين، فسنكون وإياكم سادة المشاهدين الكرام وهذه الحلقة عن تكية جعفر بن أبي طالب. كونوا معنا سادة المشاهدين الكرام. على الفطرة يحبي حسين وعلى الخدمة تربي ورايات الشعائر هاي ننصر بيها مهدينا، ننصر بيها مهدينا. سادة المشاهدين الكرام، مستمرون في هذه التغطية الإعلامية ونحن نلتقي مع الشباب وهم يؤدون أعمالهم لنتعرف منهم عن مشاعرهم وخدماتهم التي يقدمونها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. أجوركنا وأجوركم إن شاء الله. حدثني عن هذا العمل الذي تقوم به. العمل لأبا عبد الله الحسين، وعن هذا يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله ويخلصنا من هذا الوباء إن شاء الله. أنتم الآن تقفون في هذه التكية على طريق الزائرين وبالقرب من حرم أمير المؤمنين. نعم. ماذا يمثل لكم هذا الأمر؟ نعم، يمثل حزن أبا عبد الله عليه السلام. تأتيكم أعداد من الزائرين وتقدموا لهم الخدمات؟ نعم، شاي عندنا ومحامض حليب ماي، بعد أخير 5 أيام تعزية عندنا وعشاء، وجبة عشاء. نعم. شعورك وأنت تؤدي هذه الخدمة، ما هو شعورك؟ شعوري أحس بداخلي شعور حسيني، يعني أنا أقول لك ما أقدر أوصفك إياها أصلاً. مثلاً أنا أقول من أصب شاي تقول مو جاي أصب شاي، لا تعب لا هاي، من 5 العصور هاي لحد 11 ولا تعب ولا هاي، والحمد لله. لعله أنت في البيت لا تقوم بربع المجهود الذي تقدمه. نعم، لا لا نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حدثني عن موقع هذه التكية، تكية جعفر بن أبي طالب، هي تقع في هذا الطريق على طريق الزائرين، ماذا يعني لكم هذا الأمر؟ يعني بالنسبة للتكية هي موقعها قديم، يعني احنا هنا موجودين قديم، لأنه احنا باعتبار يعني من أقرب شيء للمدينة، يعني سكنة المدينة داخل الفروع المدينة، فهنا أنا يعني صار لها سنين، أكثر من 15 سنة هنا أنا صار لها، لأنه باعتبار إحنا نقول إحنا باللهجة العامية إحنا أهل الولاية، يعني إحنا نعزي هذا الشيء. ودائماً من يجي عاشور، دائماً من يجي هذا عاشور نحس دائماً بالجو العاشوري، يعني توضح يعني هذا اللي يدق سماعة، هذا اللي يدق مسجل، هذا اللي شايل الإقامة، هاي يحسسك بالجو العاشوري، حتى تحس بجو أكو فد شيء محزن كلذة عاشور مبينة، يعني مو مثل أدق غير شيء هذا، بس هسا أنا جاي أحسن جو عاشوري، هذا اللي يقرأ هذا خاصة من يجي الليل، لأن تبدأ المجالس تقرأ، الروادي تقرأ.
مو هذا الأمر اللي. وأنت أكيدا عاصرت وأنت بهذا العمر عاصرت الكثير من التكيات والخدمات التي كنتم تقدمونها. حتى خدام الحسين عاصرناهم يعني قبل أبو ماجد قبل عبد الرضا الرادود وهم كانوا يجون يعني ببيتنا وكذا والشعراء واللي راحوا واللي إجا وكلهم هذول إحنا فإحنا نعرف اللي تقييم هذا الشيء الأمر هذا الجو العاشوري فنعرف اللذة مالته نعرف شو نقدم فإحنا من نصبنا كتكية نصبنا هذا لأنه لما وباء كورونا كان أكبر من هذا الشيء بس وباء كورونا اللي الناس التزمت في كلها يعني مو بس إحنا التزمنا بالمرجعية اللي وصلتنا يعني قضايا الصحية. أنتم الآن ماذا تقدمون بهذه التكية ماذا تقدمون الخدمات؟ نقدم بالنسبة إن كل سنة هاي قلت لك السنة اختصرناها بالجسمة يعني ما الكعك والشاي وأيام يعني تاسع من محرم انبات هنا لأنه باعتبار نطلع الصبح تطبير هم موجود نطلع الصبح تطبير ويا الإذان نصلي ونقرأ الدعاء ونكمل ونروح هناك نكمل الجسم فلذلك يعني احنا نروح نهتف دائما يعني أنا من أروح حب الحسين وشعارنا عجبا ولا نبكي كما أبكى السماء فكما أريق دم الحسين بكربلاء حقا علينا أن نريق له الدماء. بارك الله بيك الله يسلمك. الحسيني أو خادم الحسين أقولن أو أقولن أقل من خادم الحسين خادم الحسين ما أوصل له أنا حقيقة يعني أن نلتقي بأحد المؤمنين سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله غاتي أستاذ. عظم الله أجورنا وأجوركم. عظم الله أجركم وأجرنا مصاب أبا عبد الله الحسين في كل عام. أنت الآن من خدام الإمام الحسين ومن المؤمنين بالقضية الحسينية وتتجول في مدينة النجف الأشرف كيف لاحظت مستوى الالتزام وكيف شاهدت إقامة الشعائر ونحن الآن نقف في تكية جعفر بن أبي طالب؟ الالتزام موجود الحمد لله في كثير من المؤمنين يقومون بهذه الأمور الوقائية لأنه لمصلحة الجميع والحمد لله والإمام الحسين هو جاء لإنقاذنا فكيف لا نلتزم بهذه الأمور اللي ترضي الله ورسوله والشعائر سواء احنا متنا وحيينا هي باقية ببقاء الله سبحانه وتعالى لأن أمتنا عليهم السلام أوصوا بأحياء هذه أحيوا أمرنا والله سبحانه وتعالى أهم انطانا العافية والصحة والشكر لله. هل نترك الشعائر الحسينية؟ هل تركنا الحسين يوما؟ أين صافي؟ أين يا أهل يثرب لا مقام لكم بها؟ هاي تبقى إلى يوم القيامة إلى أن يظهر القائم رحم الله والديك. شكرا جزيلا. الله يحفظك رحم الله والديكم ولا نسى. قالوا المحبة جنون وكل مجنون بيواهس المشايل براسه حسين تاج العيش يقمع لابس. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو العمل اللي تقدموه؟ والله شاي وماي لخدمة الزوار اللي هنا. كم ساعة تؤدون أنتم هذا العمل؟ والله من 5 العصر ل 12 بالليل ل 11. تشعر بالتعب لما تقدم هذا العمل؟ لا بالعكس لا بالعكس. ما هو شعورك؟ ماذا تقول؟ ماذا تريد من الإمام الحسين وأنت تؤدي له هذا العمل؟ والله يدفع عن هذا البلاء عن هذه الأمة عن هذه الغمة ويسعد الشعب العراقي ويرجع الأمان الحمد لله والشكر إن شاء الله. الشعائر الحسينية أنت أكيدا منذ صغر سنك وأنت تمارس الشعائر الحسينية حدثني عنها. يعني أنا من عمري 11 سنة أو 12 سنة يعني بعد شاي وأصب شاي و أشكر ودني القراصات يعني ما في السنة تركنا. فلو سألك أحد هل بالإمكان أن تترك هذه الشعائر؟ والله لا يمحو ذكرى يا إمام. يسرنا أن نلتقي بالمسؤول عن هذه التكية سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم. أجورنا وأجوركم الله يوفقك في طول عمرك. في البداية حدثني عن تكية جعفر بن أبي طالب متى تأسست وكيف تأسست؟ تأسيس الموكب سنة 2006 ومن 2006 أول ما تأسس قعدنا بهذا المكان اللي هسه احنا جاي نلتقي به
فصارت عندنا هنا خمس مناسبات ومناسبتين بالحسينية اللي هي بشارع كربلاء عمود 617. هنا مناسباتنا العشرة الأولى مع خدماتها مع مجلس تعزية، وراها وفاة أمير المؤمنين، العفو وراها وفاة الرسول، يعني أربع مناسبات، العشرة وفاة الرسول والغديرية الشعبانية والأربعينية اللي هي بالحسينية. نعم، هذه السنة كانت استثنائية وفيها ظروف خاصة باعتبار وجود جائحة كورونا التي غطت العالم أجمع. أنتم كشباب حسيني أصررتم على أن تقيموا الشعائر الحسينية، حدثني عن هذا الأمر. احنا بعد انتهاء والمناسبه مالت الغديريه تحدثنا بيناتنا احنا اخوتنا وربيعنا شلون راح نقيمها بواسطه هاي الاحداث مال مرض كورونا، فصممنا بان نقعد حالنا حال باقي السنين، بس شنو نلتزم بالضوابط. واللي شجعنا سيد علي الله يطيل بعمره، شجعنا على الضوابط. احنا نقعد الضوابط شنو هي؟ لبس الكمامات، لبس الشفوف، قضية التباعد، وضفنا إضافة اللي هي الساعة حاليا يعني تقريبا ما مطروقة بالنجف، سويت غرفة زجاجية هاي السالي مقابلك اللي هي تعتبر هي التكية هاي، يعني حتى نخلص من العطاس، من يعني يصير اللي يصب شاي، اللي يطي طعام مطمئن، واللي ياخذ هم مطمئن، يشوف قضيه نظيفه. واحنا طبقنا يعني هم طبقنا كلام المرجعيه، هم طبقنا خلية الازمه اللي هي تحث على التباعد وتحث على هاي القضايا اللي احنا هسه طبقناها. إن شاء الله مستمرون على تقديم الشعائر، إقامة الشعائر الحسينية. العون بالله حد ما الله ياخذ أمانته. نعم، ممنونين، شكرا جزيلا، ممنونين، الله يحفظكم، بارك الله بكم بقناتكم غاتي. قف يا زمان الآن فخرا وانحني، هذا الذي أفنى ملوكا سيطروا، باق على مر السنين وكلما ينهار جيل ألف جيل يظهر. بهذا الشعار سادة المشاهدين الكرام الذي نراه في قلوب كل الشباب الحسيني العاشق للإمام الحسين، الذي رضع حب الإمام الحسين، ورث خدمة الإمام الحسين من أبيه وأبيه من جده، وهكذا إلى أن تصل النوبة إلى العصور الأولى منذ استشهاد الإمام الحسين، وباقية إلى ظهور إمامنا المهدي. كلمات الحب للإمام الحسين والعشق لا تفارق شفاههم، الحزن في قلوبهم والسواد مظهر من مظاهر الحزن الذي يظهروه، وخدماتهم التي يقدمونها دليل على ارتباطهم بسيدهم ومولاهم الإمام الحسين. ها قد وصلنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تكايا حسينية، وقد كانت في تكية جعفر بن أبي طالب. في ختامها نوجه لهم غاية شكرنا وتقديرنا وامتناننا على خدماتهم التي يقدمونها. الشكر لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن إصغائكم واستماعكم، آملين أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج تكايا حسينية. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الما شايل براسي حسين تاجي العيش يقمع لابس، عابس عاشقي ومجنون، وكل شي عيب فخر عام